ثانيا الوقوف عند فهم السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة. لو تفضلتم يا شيخ في بيان تحريم الاحتفال بالمولد النبوي، لأن بعض الناس يظن أن النهي فعل المحرمات مثل الغناء ونحوه، هو يظن أنه هو المحرم في هذا اليوم، ولكن يخصص هذا اليوم بالتسبيح والصلاة والصدقة، يظن أن هذا هو حب النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة والسلام. هذا اليوم الكلام سيأتي بالتفصيل، لكن سوف أوجز الجواب. لا شك أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة وجوبا عينيا، ويجب أن تكون فوق محبة أهلينا ووالدينا وأنفسنا والناس أجمعين، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والحديث متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والصحابة رضوان الله عليهم بلغوا من محبتهم إياه وإجلالهم إياه أنهم لا يملؤون أعينهم من النظر إليه إجلالا ومهابة ومحبة. وكان أحدهم من فرط حبه للنبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الرماح بصدره والسيوف بعنقه فداء لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه، عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، حتى والله حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والله يا رسول الله، لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. هذا عمر الذي بلغ هذه المحبة من فرط حبه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نسي الآيات التي تدل على موت الأنبياء، فلما أخبر بموت النبي صلى الله عليه وسلم شهر سيفه، وقال: من زعم أن محمدا قد مات ضربت عنقه. ثم شرح الله صدره لما شرح الله له صدر أبي بكر والصحابة، عندما وقف أبو بكر خطيبا فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا الآية العظيمة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فوقع عمر على ركبتيه يقول، وكأنه لم يسمع بهذه الآية من قبل. ما الذي أنساه؟ شدة إيش؟ حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الدرجة في المحبة، هل أقاموا هذه الموالد؟ أجيبوا عباد الله، هل أقامها أبو بكر؟ هل أقامها عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم أجمعين، العشر المبشرون بالجنة، الصحابة، التابعون، الأئمة الأربعة، المسلمون في القرون المفضلة؟ كلهم لم يفعلوا ذلك، وكلهم لا شك أنهم أكثر منا محبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى غير ذلك فقد أعظم على الله الفرية. فمع فرطهم في هذه المحبة وشدة محبتهم إياه، فإنهم لم يقيموا هذه الموالد، لا بالتسبيح ولا بالتهليل ولا بالتحميد ولا بقراءة السيرة ولا بقراءة قصيدة البوصيري أبدا. كل ذلك
لم يحدث منهم، ومضى 400 سنة لم توجد هذه الموالد. فلما جاءت الدولة العبيدية القداحية المجوسية اليهودية الديصانية الميمونية المسماة بالدولة الإيش؟ الفاطمية، وهي مجوسية في الأصل، يهودية باطنية في الحقيقة، وحكمت بعض بلاد المسلمين زهاء 3 قرون، أقنعوا الناس بهذه الموالد وقالوا علينا أن نحتفل حبا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا المولد. ومن قال لك يا عبد الله أن هذا المولد هو سبب حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن من سبب حب الله ورسوله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فانتبهوا لهذا. طيب أنا أسأل سؤال، أيهم أحرص على الخير، نحن أم هم؟ ها؟ هم. أينا أقرب محبة، أكثر محبة للإنسان، نحن أم هم؟ هم، يعني الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان. أيضا أيهم أحرص على السنة، نحن أم هم؟ هم أحرص. أيهم أقرب إلى النبوة، إلى عهد النبوة؟ هم أولئك الرعيل الأول. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فالذين دينوا الله به أن الاحتفال بالمولد حتى ولو لمجرد قراءة السيرة وتخصيص ذلك اليوم بدعة من البدع التي أحدثت بعد 400 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قضى على هذه المظاهر القائد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. ثم لما توفي صلاح الدين وجاء عمه المظفر أعاد هذه المظاهر بأكثر مما كانت عليه في عهد الفاطميين، وما زالت تزيد حتى أحدث في بعض البلاد موالد كثيرة، حتى موالد وأعياد للبصل والثوم والعدس وكثير وما إلى ذلك من المهازل التي، وكل صاحب قبة يقام له مولد، وتفعل عنده شركيات باسم ماذا؟ باسم المولد. بل إن المولد قد أصبح في البلاد التي يقام فيها سوقا للمحرمات، قد أصبح سوقا للمحرمات، مع أن إقامته بدعة حتى ولو لم تكن فيه ماذا؟ محرمات. يعني إقامته في حد ذاتها بدعة أحدثها الناس، حتى ولو لم تكن فيه محرمات فإنه بدعة أوجدها المحدثون بعد 100 سنين. أنا أسأل سؤال هنا، هل نزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ أم أن الوحي قد انقطع من السماء؟ قد انقطع. فبأي كتاب أم بأية سنة تشرع هذه الموالد التي أحدثها أذناب اليهود وأذناب المجوس بعد أكثر من 400 سنة، ثم نتلقفها نحن ونقول يا شيخ ليش المانع أن يوسع على أولادي في هذا اليوم بمناسبة المطيب؟ وسع عليهم كل يوم يا أخي الكريم. وبالمناسبة لا يجوز الأكل مما يقدم في هذه الموالد، فإن الأكل منها من التعاون على الإثم والعدوان، والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الذي تنفقه على الموالد البدعية تصدق به على الفقراء والمحتاجين والأرامل والمشردين من المسلمين في كل مكان. الذي تنفقه على الموالد
تصدق به فيما بينك وبين الله حتى لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك، حتى تكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل جعل الله وإياكم من أولئك. فإن دافع أحدهم عن هذه الموالد وقال إن هناك دليلا يدل على ذلك، وشبههم كثيرة، لكن سنذكر حديثا واحدا لأنه صحيح لكن فهمهم له غير صحيح. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال إنه يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه، تمسكوا بكلمة ماذا؟ ولدت فيه، وتركوا بقية الحديث، فأخذوا ولدت وقالوا هذا دليل على الاحتفاء بالمولد وجعله يوما معينا. والرد عليهم في هذا الاستدلال الفاسد من عدة وجوه. الوجه الأول أن المسؤول عنه هو الصوم أم الحفلات؟ ها؟ الصوم، فالمشروع في يوم المولد هو الصوم. ثانيا، المسؤول عنه يوم الاثنين أم اليوم الثاني عشر من ربيع الأول؟ المسؤول عنه صوم يوم الإيش؟ يوم الاثنين، فصوم يوم الاثنين. ثالثا، المسؤول عنه صيام اثنين في السنة ولا صيام كل اثنين؟ صيام كل اثنين، فتكون بذلك قد صمت أكثر من 48 يوم في نهاية العام قربة لله تعالى. هذا هو إذا كان يسمى احتفال، هذا هو الاحتفال الصحيح. يضاف إلى هذا كله إلى أن يوم المولد غير معلوم، غير معلوم، ففيه أكثر من 100 قول عند أهل السير والمؤرخين، وكل ما ثبت أنه في يوم الإيش؟ ها؟ في يوم الاثنين، وكل ما ثبت أنه عام، أنه عام الفيل، هذا كل ما ثبت، ولم يثبت غير ذلك. ثبت أنه يوم الاثنين وأنه عام الفيل. أما تحديد الشهر واليوم فإنه غير متفق عليه بين المؤرخين، بل فيه أقاويل لا تكاد تعد ولا تحصى. والعبادات عندنا ليس لها ارتباط بالتاريخ، وإنما مرتبطة بنوع العبادة وقدرها ووصفها وزمانها ومكانها الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تكون وفق السنة في الزمان والمكان والهيئة والصفة والقدر والجنس والنوع وما إلى ذلك. أبعد هذا كله نقلد اليهود والنصارى في إقامة هذه الموالد وندافع عنها ويدافع عنها أناس لا يقيمون السنة لا في مخبرهم ولا في مظهرهم، تجده لا يصلي ويقيم مولد، هو لا يصلي، إذن هو كاذب في ادعاء محبته للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يصلي، لأن من لم يصلي فليس بمسلم، أليس كذلك؟ تجده يعبد القبور، يذبح لها وينذر لها لأصحاب القباب ويقدم لها القرابين، وهو يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لم يصدق في محبته. إن المحب لمن يحب يطيع، ومن أقام الموالد ما أطاع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ابتدع في دينه ما لم يأمر به الله. فعلينا إخوان أن لا تأخذنا العصبية والعزة بالإثم في اتباع وتقليد الآباء والأجداد في بعض هذه الخزعبلات والمخلفات. يعني تركنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ثم أخذنا نتصيد بعض البدع ونحييها
ونقيمها وهي لا تمت إلى دين الله بصلة.